Hello, everybody. Do you know how to pronounce letter C? If you don't know how to pronounce it, listen and watch this video. السلام عليكم. تعالوا بينا نتعرف ازاي النهاردة ننطق حرف C في معظم كلمات الانجليزي. Letter C ممكن يبقى اسمه soft C. Soft C. والsoft C بنطقه S. 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 زي ما بنطق حرف الاس كده. طب امتى بنطقه S؟ بنطقه sound S لما يجي بعده حرف I, E, or Y. ركز معايا كويس قوي. غالبا بنطقه S لما يجي بعده I أو E or Y. طيب تمام، دي قاعدة شبه عامة. ناخد examples. Sent, cycle, cinema, etc. يبقى حرف ال C بنطقه S لما يجي غالبا بعدي I or E or Y. وممكن أنطق حرف ال C بطريقة hard، فبنسميه hard C اللي هو بنطقه sound ك ك. يبقى ال C ممكن أنطقها ك. إمتى بقى؟ لو جي بعده أي حرف تاني غير ال I وال E وال Y اللي ذكرناها في الحالة الأولى، زي كلمة cat ال C بعدها A، فقلنا cat, cat, clot, كل لا 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 حرف ال L غير ال I وال E وال Y, clot, clot, coin, call بعد ال C O, coin, coin, etc. وممكن حرف ال C يتنطق sound sh sh لما يجي بعده النهايات اللي معروضة قدام حضرتك دلوقتي. ركز فيهم كده وتعالى ناخد example. Special, special, ocean, ocean, associate, associate, suspicion, suspicion, musician, musician, ancient, ancient, delicious, delicious. بكده نكون خدنا معظم الأساسيات أو معظم الحاجات اللي هترشدنا إزاي ننطق letter C إلى حد كبير صح في كلمات الإنجليش. Thank you for watching. Bye bye.